ارحب بكم بحلقه جديده بعد المشاكل هاي كلها. عندنا رايد بليس بعد موجود بس مشاكل في مشاكل الصراحه كانت الحلقه الماضيه والحين شو بنسوي؟ انا اخبركم الحل اللي نسويه انه نسوي سجن حق اكثر من شخص. بني بهني خلهم يبنون بنحطي ما عندي مكان غير احطي سرير بونفرين والله يعزكم حمام ونسويه دومنتري اساس اثنين يسكنون فيه ونحطي له باب. ما عندي فلوس حتى حكاها ما عندي فلوس بس كم باقي لي 3 ساعات. انا اشوف كيف الوضع بينحل الحين لان الحين استوى عندي زنزانات زياده يوتيليتيز ماي نبى ماي هني احسن من ماي. عندي بيب جاهز انا اصلا نبى بيبات هني ماي زي احلى ما في بيبات الماي رخص. زين بنحطي تينا فلوس شوي بنحط شو سكن جماعي. هو ما اتوقع انه بيكون اوكي ما اتوقع بيكون في مشاكل بعد في الموضوع لكن هل ليش ما عندهم ماي سوال؟ يمكن ها واحد من اسباب المشاكل انهم ما عندهم ماي على فكرة ترى يسوون مشاكل للمساجين على كل شيء. هل ليش زعلان؟ without incident ما اعرف شو ستول بايب ان ذا سيل بعرف شو مشكلته ليش زعلان. كلوز سراوندينج اوكي الحين عندي كم باب 200 خلينا نحط ناس مع بعض الحين خلاص ما في حل ثاني ما في حل تقولوا لي هذا ولا ما في حل. ابا بس اسكن الناس اللي عندي لانه ما عندي سكن حقهم خلاص استوى الوضع مش مجرد هذا استوى الوضع very serious وايد serious. ما باقي لي شيء باقي لي ساعة وشي يوصل لي الفلوس ان شاء الله بفتك من هاي الكلام. الوضع ما يبشر بخير. هني بسوي حمام اخر شيء شكل كبير waiting for funds. في ساعة بيوصل لي الفنز وخلال 11 ساعة بيوصل لي 22 واحد زيادة. انا هلا 22 واحد وين حاطين؟ هني المشكلة. خلينا نشوف الريبورت هني prison maintenance. شو يبغى يسوي prison maintenance؟ unlock grounds keeping through brick كرسي. هذا هير at least 2 janitors. زين الجانيتر ترى يبغى له فلوس وانا حاليا ما عندي اني بحط 2 janitors وبسوي unlock اسمه في الفلوس في 16,000 يعني 5,000 يروحون على الفاضي. زين اوكي at least 2 janitors 1-2 janitors بنحطي hire a gardener. هذه gardener هاي بتكسر الظهر. هذا خلنا نفكه انزين الكوكبلد نحن سوينا كلون حق هذا صديقنا مو مشكلة. خلي هني شوي بحطي اي شيء تلفون مكان يدخون فيه ما اعرف شو بسوي فيه بس بنحطي كل 2 في سجن خلاص. بنحطي هذا objects bed حمام باب سجن. نحاول حل المشاكل زي ده. ما حل دومتري هذا هني يلا ابنوا خلهم يبنون. وين كوكبل كلون خلي يخلصون بنا. هذا السامون نبغى نسكن المساجين اللي عندنا بس عندنا شو قاعد ينظفون هاي الجانيترز ولا ما ينظفون؟ والله كم بينظفون السجن كنا 600 سنة ما حد درابة والله. هاي مصيبة ثانية ترى. نزين small pipe. نزين خلهم يبنون قاعد يريحون بعد العمال اللي عندي مساكين. ترى استوت عندي حالة وفيات استوت كوارث استوت مصايب في السجن هاي استوت. زين بد الحينه هات السرير حلو نسكن الناس.
بس سكنهم وخلاص. الحين هذا اثنين يكفي، اثنين هذا ما بيكفي المكان. الحين كم واحد بسكن موضوع ثاني، كم واحد عندي موضوع اخر تماما تماما. انلوك جراوند كيبينج تو بريك رسي هارد جاردنر. خمس ساعات بحول لي مو مشكله. الحين مشكله عندي 6000، عندي 6000 بيبانهم هاي. بالعكس انا ما سويت حقه كلهم صح، ما اعرف بس اوكي دام نبنى اوكي. هذا بنحطيه في حالهم. سوري لحظة. رومز شل هذا كله. كوك بيلد ونحطي هذا هني. انزين خلهم يبنون هاي للحين. كوك بيلد خلنا نسوي كلون حق هذا ونحطي هنا. وهذا راح يكون Objects Utilities. هذا اوريدي خاطف على بيبي الماي بكبره يعني مو مشكله. كله زعلانين ومعصبين. بعد نورمال اكسبشن. ترى السجن مالي ابدا مش اوكي، ابدا ابدا. استلمت كميه ناس في فتره قصيره و اتوهقت معاهم، لترلي توهق معاهم. مش عارف اسوي بكل هالناس هاي. الحين هاي انتو ريت بوليس خلكم هني. ريت بوليس مخلينهم للحين بلو افرج. الحين لازم ناخذ الفند. الحين كم باقي لك انت؟ يلا يا بيوكرسي يلا متعني يا بيوكرسي. مزين الحين نبالي ازيد السوليتري. لحظة هذا انت شو مسوي؟ بانش سيرفت. اللعبة اصعب من شكلها بوايد، وكان يبالي منه تكتيك ثاني. انا شكلي تعودت على الراحات وطفرت بعمري وهكت نفسي. انزين الحين محتاجين نحول هالناس لغرف. سيرت سيلب لوك هني. سيرت سيلب فلهم ودهم زنزانات. يلا نبغى نوديهم زنزانات الحين. زين ابى شيء ثاني غالي، لكن يوم استوت عندي المشاكل اكتشفت ان عندهم وايد اسلحه، فبنحطي لهم هذا. بنحطي لهم شور عقب الثاني. الحين وين شور؟ مش سلسل بلوك، انا بودي سل سلسل. سوري ما انا بنفتش، ما عنده سل هو اصلا، ما عنده سل. بانج بوم شو هذا؟ send all waiting prisoners back to their cell. يلا خلاص خلصت المشاكل. خلنا نوديهم سجونهم. ما في اوبشن لان الحين مثلا اوديه هني. هذا عندي سجن فاضي. زين اوكي خلي يبونهم سجون. عندنا كمية سجون ما تكفي، ما تكفي. 1 2 3 بنسوي هني بالعرض. One two
هاي بنسوي objects bunk bed toilet زين الروم مالهم هذا الدومتري اثنين ساكنين ويا بعض. لا تجيبوا لي ناس غير لا تجيبوا لي ناس غير خلاص ستاف جاردنر محتاجين جاردنر حق الخمس طرف زين هال 5000 تنخذني اليوم ترى بسوي مكان حق المساجين اللي هم موجودين على الاقل يعني بس الحين لازم تشوف الطريقة اللي انا تخليني شو اسمع الزعيق انت بس اسمع الصريخ الله يخسن تخلص انزين كوكبال نبا اوبجيكتس نبا جيلدو هاتولنا جيلدو المشكلة هاللي عايشة كلها ما تلعب على كلهم تعبوا ادري انكم تعبانين انا تعبان اكثر عنكم ما ريحت الحين احاول حل المشاكل اللي عندي وابوك السجن اللي كله مشاكل ان شاء الله نحل المشاكل ان شاء الله بس خلهم يركبوا الباب اللي هناك احس يبان الطباخين احس بالنا ها بعد واحد مات ها المعاناة هاي ما راح تخلص ما راح بس بالسجن السجون الجديدة والله مو بسجن هذا سجن مشاكل اللي بعده راح يسجن ابو المشاكل زين زين جيل دور برد ترى على فكره والله برد عليهم مو اوكي ابدا الجو حق المساجين لحظه خلنا شوي نوفر لهم خدمات زين كهرباء عندي استوصل حدها يوتيليتيز نبا ووتر بويلر زين هني ونبا بويلر اهني نبا بويلر اهني ما يشتي بويلر صح ما اعرف بس احنا شو بنسوي في اليوتيليتيز هاي بندخل فيه ماي بارد اوكي نبا كان احيد في راديتر هذا هو انه يدفي المكان ان شاء الله يرمون يمرون هذا موجود زين ونبا الماي حار يطلع من عن هذا يروح لين هني يوصل لين هني ولين هني اذا كنت متذكر صح انا للحين ابا ماي بارد يدخل بعدين بنسوي الباقي زين عندنا مشاكل الحين فودا يبون اكل خلنا نسوي ريبير حق هذا ونسوي له البندور فود كلهم يبون اكل دام السالفة كلها رأيت على الفود بني بطباخين زيادة بدل ما الناس قاعدة تذابح الأكل مشكلة الحين بعد بيبولي 25 واحد هذا بنشله يبنى 40,000
ما علي ما علي، بس أحلى حلقة هي سجون الجديدة. نشوف الحلقة الجاية بحاول أحل مشاكل السجن. ما علي، مو مشكلة، سامحوني. أشوفكم في حلقة قادمة إن شاء الله.